تزامناً مع الدخول الجامعي، يعقد المركز الجامعي سلحواس بريكة لقاءً مفتوحاً مع الأسرة الجامعية، تترأسه مديرة المركز الدكتورة نورة موسى. اللي هو 863 طالب جديد، تمنينا أن يكون العدد أكبر رغم ضعف إمكانياتنا، ولكن أردنا أن نرفع التحدي، نزيد من وعائنا وحتى نزيد من أملنا وفرصتنا في الصعود إلى مصاف الجامعات، لأن زملائي تعلمون أن الصعود إلى من مركز إلى جامعة فيه مجموعة من الشروط، فيها عدد الطلبة، فيها عدد الأساتذة، فيها عدد التأطير، فيها مجموعة من الشروط. إذا توفرت فينا الشروط فإننا بإذن الله تعالى سوف نرتقي إلى جامعة. هذه بعض النقاط باختصار شديد. النقطة التي أيضا بد الكلام عليها هي إنهاء السنة الجامعية في وقتها. زملائي الحاضرين، المركز الجامعي أعد خطة عمل لمدة 5 سنوات، لأن المركز الجامعي لا يرتبط بالأستاذ ولا بالمسؤول، هذه مؤسسة تسير وفقا لأنها مرفق عام يقدم خدمة عامة. فقمنا بإعداد مشروع المؤسسة لمدة 5 سنوات. هذا المشروع تم دراسته على مستوى الوزارة. الخدمات الجامعية، ما أقوله هو أنا مسؤولة عن كلامي، يوجد تنسيق تام بين الخدمات الجامعية بإدارة المركز الجامعي. في ظل وأنني نحشر نتكلم، في ظل احترام الاختصاصات وفي ظل احترام استقلالية الآخر، لكن يوجد تنسيق، لأنه الإقامة الجامعية أو الخدمات الجامعية، الإيواء والنقل والإطعام تؤثر كثيرا في البيداغوجيا. إذا كانت هي مستقرة البيداغوجيا تستقر. سأتطرق إلى بعض النقاط على مستوى نيابة المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية. فمن السنوات الأخيرة، 3 سنوات الأخيرة، فقد تم إدماج حوالي 9 أو 10 إداريين في رتب متعددة، أو الإفراج عن إعلان لمسابقة بعنوان السنة المالية 2021 ل 15 منصب بتعددات متخصصة. تم اللقاء الجامعي وسط قبول من الأسرة الجامعية في ظل تشاورات ووضعها من النقاط التي تعود على الطالب والجامعة بكل خير.